هرج ومرج في إسرائيل، والسبب هو إقرار التعديلات القضائية من قبل الكنيست وسط مقاطعة أحزاب المعارضة للجلسة الخاصة بذلك، بالتزامن مع مظاهرات كبيرة تعم الشارع الإسرائيلي الرافض لتلك التعديلات التي يرى فيها المحتجون تقويضاً لأسس الديمقراطية في البلاد. ففور تولي حكومة بنيامين نتنياهو مقاليد السلطة مطلع العام الجاري، طرح مشروع التعديلات القضائية على الكنيست، إلا أنه تراجع عنها مؤقتاً تحت ضغط المظاهرات والمطالبات الدولية من واشنطن وغيرها من عواصم القرار الدولي، داعياً أحزاب المعارضة للتشاور للوصول إلى حل يرضي الجميع. مشروع التعديلات الذي عرف بقانون حجة المعقولية والذي تقدمت به حكومة نتنياهو للبرلمان يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء في حال اعتبارها غير معقولة. وفيما يعد مؤيدو التعديلات بأنها ستسمح بحوكمة أكثر فاعلية وتترك للمحكمة العليا مجالا واسعا للرقابة القضائية، يعتبرها الرافضون بأنها ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة، وهي تهم تلاحق نتنياهو وبعضا من حلفائه في الحكومة. إقرار التعديلات يشي بتداعيات خطيرة على إسرائيل، لكن نتنياهو قلل من أثرها مشيرا إلى أن الأمر سيمضي مع مرور الوقت، في وقت حذر خبراء من انقسام في المجتمع الإسرائيلي وتداعيات على الجيش، لا سيما مع تهديد أكثر من 10,000 عسكري احتياطي بالتوقف عن أداء الخدمة احتجاجا على التغييرات القضائية قبل إقرارها. وبعد يوم واحد من بدء سريان مفعول التعديلات، أبلغ حوالي 700 طيار احتياط من بينهم 200 ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي قادتهم برفضهم مواصلة التطوع في الخدمة، مع تأييد رؤساء سابقين لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي وجهازي الموساد والأمن العام، وبذلك ظهر للعلن أول شرخ كبير في الجيش، الشرخ الذي يتخوف قادة عسكريون أن يؤثر على قدرات الجيش لمواجهة خطر حزب الله اللبناني، ويحد كذلك من قدراته وجاهزيته على خوض الحروب، خاصة وأن الرافضين للخدمة الاحتياطية يرون في التعديلات انتهاكاً لأسس الديمقراطية وعاملاً مساعداً لازدياد الفجوة التي ستقود الدولة إلى أن تكون ديكتاتورية. قلق من نوع آخر يسيطر على الفلسطينيين مع بدء العمل بالتعديلات، قلق ينبع من احتمالية نشاط الحكومة اليمينية ببناء المستوطنات في الضفة الغربية وتأثير ذلك على المفاوضات المتعثرة أصلاً. وفيما تقول الحكومة إن التعديلات المقررة تعد الخطوة الأولى لتحرك تاريخي مهم من أجل إصلاح النظام القضائي واستعادة السلطة الخاصة بالحكومة والبرلمان، تؤكد المعارضة أن المحكمة العليا في ظل عدم وجود دستور للبلاد هي المرجع الأساسي لحماية الديمقراطية وصون الحقوق المدنية وسيادة القانون.